أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. كشف مصدر عسكري اليوم أن القوات العراقية سيطرت على كامل مدينة تلعفر مع توجه قوات أخرى إلى ناحية العياضية المجاورة لها آخر مناطق احتلال داعش غرب الموصل. وقال المقدم عبد السلام الجبوري إن القوات المشتركة اقتحمت منطقتي حي العسكري ومنطقة علو وبضمنها الصناعة الشمالية في سبيل فرض السيطرة الكاملة على عموم مدينة تلعفر. قدرت الحكومة العراقية قيمة فاتورة إعادة إعمار الدمار الذي خلفته معارك تطهير الموصل وغيرها من المناطق العراقية من آثار عدوان تنظيم داعش بنحو 100 مليار دولار أمريكي. وستبدأ المرحلة الأولى من برنامج العراق لإعادة إعمار المناطق التي خربتها الحرب مع داعش في العام 2018. قتل ضابط برتبة عقيد في القوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح ومسلحان من المتمردين الحوثيين في اشتباكات غير مسبوقة في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الطرفين بحسب ما أعلن الجمعة حزب صالح والمتمردون. ووقعت الاشتباكات بين الحليفين في حي جولة المصباحي في جنوب العاصمة مساء السبت عند نقطة أمنية، وذلك بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين على خلفية اتهامات متبادلة بالخيانة. اعتقل أفراد تنظيم داعش عشرات المدنيين خلال الأيام الماضية في المناطق التي يحتلها بمدينة دير الزور وأريافها بغرض تجنيدهم قصرا لخوض المعارك. واعتقل التنظيم 23 شابا من ناحية البصيرة ومدينة معدان أثناء محاولتهم الفرار من المنطقة. قال تنظيم القاعدة إن قياديا كبيرا في جماعة الشباب التابعة للتنظيم في الصومال قتل الشهر الماضي في ضربة جوية أمريكية. وقال الصومال إن جيشه والقوات الأجنبية المتحالفة معه قتلوا الرجل ويدعى علي محمد حسين أو علي جبل الذي يعتقد أنه المسؤول عن عدة تفجيرات. تثير الأمطار الغزيرة التي ترافق إعصار هارفي مخاوف من احتمال حدوث فيضانات كارثية في وسط تكساس، حيث أدى الإعصار إلى دمار هائل على امتداد الساحل وأسفر عن سقوط قتيل. وتشير الأرصاد الجوية إلى أن هارفي مستمر للأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة. في دراسة جديدة من نوعها أظهر علماء بجامعة غلاسكو أن جينات الأم هي المسؤولة عن تحديد مدى ذكاء أطفالها. وأوضح الباحثون أن الجينات تحدد فقط من 40 إلى 60% من ذكاء الطفل، بينما تظل البيئة المحيطة بالطفل ومستوى تعليمه أبرز العوامل المؤثرة على ذكائه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.